مؤتمر الأقصر الأول في الفترة من 18 من يناير إلى 21 من يناير 2012. انطلاقنا كان من هنا، كان من أرض المدينة التاريخية نوآمون. لقد آلينا على أنفسنا وأخذنا على عاتقنا أن نحارب الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وهنا أنتم معنا في المونديال الدولي للإعلاميين العرب الدورة الثانية، والذي أقيم بمحافظة الإسماعيلية في 18 من يونيو من عام 2014 ميلادي. وفي ذكرى الجلاء عن مدينة الإسماعيلية، كان هذا الملتقى الإعلامي تحت سماء المدينة الباسلة لنعلنها جميعا لا للإرهاب والتطرف، ونعم للسلام لكل الإنسانية. الإعلام هو ضمير الأمة وعين الوطن. إعلامنا يحارب الإرهاب، وأقلامنا أسلحتنا، يد واحدة، الكل يحارب الإرهاب، فلنعلنها ثورة ضد الإرهاب والتطرف. أصالة عن نفسي كأحد أبناء هذا الوطن العظيم مصر، نقول لكل الإخوة العرب: أنتم أصحاب المكان ونحن الضيوف. نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الوزير اللواء طارق سعد الدين محافظ أقصر، الذي لم يتوانى لحظة في تقديم كل الدعم الكامل لإقامة هذا المونديال. اختار مونديال الأقصر الدولي للإعلام العربي عنوانا لهذه الدورة تحت مسمى نحو خطاب إعلامي عربي واحد ضد الإرهاب والتطرف، جائزة الإنقاذ الوطني إلى حكيم الأمة العربية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأهدوها عرفانا وتقديرا واعترافا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الموضوع الذي اختير لكي يكون عنوانا لهذا المؤتمر، وهو نحو إعلام عربي موحد ضد التطرف وضد التخلف وضد هذا التشدد، كيف يكون بعض هؤلاء الإعلاميين الذين قد فتحوا قنواتهم الفضائية وفتحوا صحفهم وفتحوا منابرهم الإعلامية لكي يروجوا لهذا الفكر ولكي يروجوا لمن يحاولون أن يزرعوا الفتنة الطائفية في العالم العربي؟ من أين جاء هؤلاء؟ هل طروقهم دماؤنا؟ كيف أشعل النيران في ثيابنا؟ فويلنا إذا شربنا النهر من دمائنا، إذا القتيل من أبنائنا، إذا الدماء صارت شارعا، مواكب الرفات والحطام في شرياننا. تساءل الصغار: من ترى قاتل أبي؟ أجبنه: من ادعوا جهادنا قنابل التدمير في حروفنا،
قنابل التفجير في عقولنا، ويسأل الوليد أمه اليتم جاء من أين جاء هؤلاء. شكرا. بكل الحب والتقدير وبالإنابة عن شعب الأقصر الأصيل، نرحب بكم على أرض مدينتنا الجميلة، مدينة الأقصر، مهد الحضارة ومنارة الثقافة والفنون، طيبة القديمة، مدينة الشمس بإشراقها وجمالها. لقد ظلت الأقصر وشعبها العظيم عاصمة لمصرنا القديمة لأكثر من 2000 عام، فكانت منارة العلوم والفنون والعمارة. السيدات والسادة، أهلا بكم وسهلا بين أهليكم وأصدقائكم، لنجمع كلمتنا ونوحد أمتنا العربية ضد المؤامرات والفتن التي تعصف بأوطاننا وتسلب الهوية من شبابنا، ولكن بأفكاركم وأقلامكم وإعلامكم قادرين بإذن الله على دحر كل الأفكار المظلمة وترسيخ مبادئنا السامية وعروبتنا في قلوب أبنائنا وشبابنا. إنها معركة الوجود، نكون أو لا نكون، فالتركة ثقيلة والمسؤولية عظيمة، ولكن بكم وبقلوبكم البيضاء قادرين بحول الله وقدرته قيادة هذه الأمة وإصلاح مسارها تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وموعدنا اليوم لانطلاق الدورة الرابعة للمونديال السنوي للإعلام العربي من مدينة المئة باب، لنبحر بين ضفتي النيل العظيم حيث تلتقي الحضارات لتعانق الشمس بألوانها الذهبية في رحلة نيلية إعلامية تهفو القلوب إلى جمال وروعة وسحر المدينة الدافئة سون وأسوان. انظروا إلى جدران المعابد الخالدة، حضارة فاقة الروعة والإبداع، ولتسرحوا بخيالكم نحو المدينة الدافئة حيث مياه النيل العظيم تحتضن المعابد. نعم، سننطلق من هنا لنقول لكل الدنيا نحن العرب ضد الإرهاب. أما
منح اتحاد الإعلاميين العرب جائزة الإنقاذ الوطني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لجهودهما في إنقاذ المنطقة من خطر الإرهاب. الأمين العام للاتحاد محمد الشرقاوي أوضح أن الاختيار تم وفق لجنة إعلامية تضم 12 إعلاميا من مختلف الدول العربية، حيث اختارت خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري لدورهما في إنقاذ وطنيهما والأمة العربية من براثن الإرهاب والتطرف، وكذلك أنهما أبرز القادة العرب في نشاطهما الإيجابي إعلاميا لصالح شعوبهما. جائزة الإنقاذ الوطني للرئيس السيسي وخادم الحرمين في مونديال الإعلاميين العرب بمدينة الأقصر. تم خلال حفل الختام تكريم عددا من الإعلاميين العرب، منهم الممثلة نورهان والإعلامي محمد سعيد مقدم برنامج المسلمون يتساءلون على فضائية المحور. جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمونديال الأقصر الدولي لاتحاد الإعلاميين العرب الذي استضافته الأقصر لمدة 3 أيام تحت شعار نحو خطاب عربي إعلامي واحد ضد الإرهاب والتطرف بمشاركة 12 دولة عربية، وهم مصر، السعودية، اليمن، الكويت، الجزائر، الأردن، الإمارات، لبنان، سلطنة عمان، السودان، فلسطين، والمغرب.